إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والصالحين كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نعثي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد الغوث الغياث المغيث في الشدائد كلها، وأنت لها يا عظيم الجاه بجاهك العظيم عند الله، ولكل عظيمة نحن فيه ماك يا رسول الله. أغثنا يا رسول الله، عافنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله، اشفع فينا يا رسول الله، فشفعوا فينا بجائه عندك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، نور الجمال والكمال، وأرنا وجهه الصبي في الحال. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة، ورحمة نازلة، وبركة شاملة، منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى حضرات أرواح أصحاب البدريين والأحديين وسائر الصحابة كلهم أجمعين، سيما إلى حضرة شيخنا وسيدنا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وإلى حضرة السيد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلى حضرة شيخنا شيخ المشارق والمغارب قطب الأقطاب محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سلطان العرف سيدنا أحمد الكبير الرفاعي، وإلى حضرة سلطان الهند خاجة معين الدين الجست الأجميري، وإلى حضرة شيخنا والجود والكرم داوود الحكيم المتفتي، وإلى حضرة ميران شاه الأميد اللاهوري، وإلى حضرة شيخنا إبراهيم بادي
القدس الأربدي قدس الله أسرارهم. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وتربيتهم وحفظهم وحمايتهم. يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج أحزاننا وبارك لنا في جميع أمورنا. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة، واجعل أزواجنا وأولادنا صالحا. اللهم وفقنا وإياهم للحج والعمرة ولزيارة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا وجه رسولك النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة يا أرحم الراحمين. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود، أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة إلا ما ألهمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تردن أيدينا خائبين، وببركات هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين، وبمحض فضلك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رب العالمين.